السلام عليكم احبتي واصدقائي متابعي قناة الاعزاء، اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية، وجناكم اخر اخبار الكرة العراقية وخليكم ويانا. لاعبنا المحترف مهند جعاز يبلغ الكادر التدريبي والمدرب الهولندي ادفوكات بانه جاهز لتمثيل منتخب بلده الام، وبانتظار دعوة من المدرب ادفوكات لغرض الانضمام الى صفوف سود الرافدين في الايام القادمة. ونجمنا الرائع ياسر قاسم يوجه رسالة للهولندي ديك ادفوكات، مفادها انا جاهز لتمثيل منتخب العراق وسأبذل كل ما وسعي وما في نفسي وجعبتي لخدمة منتخب بلدي. بالتوفيق لك يا ياسر، وان شاء الله نشوفك من جديد بالمنتخب. لاعبنا المحترف ريبين سولاقة يفوز ضمن تشكيلة الاسبوع التاسع في منافسات الدوري التايلندي، ويذكر ان تايلاند تملك مقعدين مباشرة في دوري ابطال اسيا. بالتوفيق للاعبنا ريبين سولاقة. مصادر تؤكد ان الاتحاد العراقي لكرة القدم قد وجه بخطاب رسمي الى الاتحادين الاسيوي والاتحاد لكرة القدم الفيفا من اجل الموافقة بسماح الجمهور العراقي بحضور مباراتين المقبلة امام كل من منتخب سوريا ومنتخب كوريا الجنوبية ضمن التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم في قطر 2022. وقالت المصادر إن الأمين العام قد أرسل خطاب رسمي هذا اليوم وتعهد فيه بتوفير جميع الشروط المطلوبة بحسب تعليمات الفيفا الصحية، خاصة إن اتحاد الكرة في قطر الجهة المستضيفة لمباراة العراق في التصفيات المونديالية قد أبدت دعمها الكامل لتأمين تواجد الجمهور العراقي في مواجهتي منتخب سوريا ومنتخب كوريا يومي 11 و 16/11/2021 المقبل. وأكد ذات المصادر أن السيد وزير شباب الرياضة ورئيس اتحاد العراق لكرة القدم الكابتن عدنان درجال سوف يعمل جاهدا على مخاطبة المسؤولين في دولة قطر من أجل تسهيل دخول الجماهير العراقية في هاتين المباراتين المهمتين للمنتخب الوطني. منتخبنا الأولمبي لكرة القدم يحقق فوز على منتخب جزر مالدي بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت عصر هذا اليوم على ملعب المحرق بالعاصمة البحرينية المنامة ضمن مباراة الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة بتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات آسيا تحت 23 عام، والتي من المزمع أن تقع في العاصمة الأوزبكستانية طاشقند العام المقبل. وقد سجل أهداف منتخبنا الأولمبي كل من اللاعبين مؤمل عبد الرضا في الدقيقة 10 وأحمد سرتي بركلة الجزاء بالدقيقة 34، بينما سجل اللاعب وقع رمضان هدفين بالدقيقة 56 والدقيقة 86، وبذلك تصدر منتخبنا المجموعة الثالثة مؤقتا برصيد 3 نقاط. هذا وسيكون منتخبنا الأولمبي في حالة انتظار في مباريات الجولة الثانية لحساب المجموعة الثالثة والتي تنطلق يوم الخميس المقبل، حيث سيواجه منتخب البحرين منتخب جزر المالديف، وإحنا نكون في حالة انتظار بسبب انسحاب منتخب أفغانستان عن خوض التصفيات الآسيوية، وسوف يتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول عن كل مجموعة إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات 11 لتنضم إلى جانب البلد المضيف أوزبكستان. وعن سبب عدم نقل مباراة منتخبنا الأولمبي، قناة الرابعة الرياضية التي اعتذرت عن بث المباراة بسبب رفض الجانب البحريني، يعني الموضوع يخص الجانب البحريني اللي رفض نقل المباراة.